طيب، الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون سيكون في الجزائر في زيارة رسمية يوم 25 أوت المقبل، وحسب تقرير نشرته الشروق أونلاين فإن الملفات التي سوف تكتسي أو تكون على طاولة النقاش في هذه الزيارة لن تبتعد عن الملفات المعروفة التي تهدف إلى إعادة الدفء للعلاقات الثنائية بعد فترة جمود، ميزتها تحديدا تصريحات الرئيس ماكرون وغيرها. ومن بين الملفات هنالك ملف الذاكرة، طبعا ملف يطرح بقوة، زيادة على ملف تنقل الأشخاص وإيجاد حلول لنقطة التأشيرة، وهنالك ملفات اقتصادية وغيرها، خصوصا أن فرنسا أيضا تفكر في الساحل وتعتبر الجزائر الآن بمثابة الملجأ في ظل الملاحقة التي والطرد الذي تتعرض له فرنسا في الساحل والمنطقة عموما. عن هذه الزيارة معنا عبر خدمة أسكايب الدكتور عبد الرحمن بن شريط، أستاذ الفلسفة السياسية بجامعة الجلفة. دكتور بن شريط، مساء الخير، مرحبا بك. مساء النور، أهلا وسهلا. طيب، هل تعتقد دكتور بأن الظروف متوفرة الآن للقيام بزيارة رسمية للرئيس الفرنسي إلى الجزائر، خصوصا أن كثير من العوائق حالت دون إتمامها في مواعيد سابقة؟ أعتقد أن انتظار ظروف يعني مهيئة بشكل كامل وظروف طبيعية، أعتقد أن هذا لن يحدث بسهولة في العلاقات الجزائرية الفرنسية. أعتقد بأن لابد أن نقفز على العديد من العوامل ونسعى من الطرفين أن نعيد أو نقوم بتطبيع العلاقات بين الطرفين، ونحاول بشكل يعني تدريجي أن نجدول الملفات التي تعتبرها الجزائر ملفات أساسية، ملفات راسخة لا تنازل عليها ولا تراجع عليها. ويجب على الطرف الفرنسي أن يفهم هذا، لأن نحن نعلم بأن العلاقات الجزائرية الفرنسية هي علاقات ذات يعني طبيعة عاطفية، طبيعة تاريخية تحمل العديد من الزخم التاريخي، والطرف الفرنسي يدرك هذا ويعرف هذا، ومع الأسف ما زال إلى حد الآن لم يتفهم المطالب الملحة والمطالب الأساسية للطرف الجزائري. ملف الذاكرة ما زال يعني ملف شائك، نحن في انتظار يعني الفصل في الكثير من القضايا. هذا هو السؤال قبل نستعرض الملفات دكتور بن شريط، ما هي أبرز الملفات وما هي نقاط التقارب والتباعد من وجهة نظرك التي ما تزال مطروحة في هذه الملفات؟ أعتقد بأن ملف الذاكرة هو بطبيعة الحال ملف مرتبط ب يعني بمسألة الوثائق التاريخية وكل ما له علاقة بتاريخ الجزائر. نحن نعلم بأن فرنسا ما زالت تستحوذ على الكثير من الملفات، الكثير من الوثائق التي تستعملها ك يعني ابتزاز للطرف الجزائري، والجزائريون حريصون على استرجاع كل ما نهبته فرنسا وأخذته فرنسا فيما يخص هذه التراث الثقافي والتاريخي. بالإضافة إلى ذلك ملف يعني استرجاع الجماجم والبت في ملف يعني التجارب النووية والعديد من الملفات التي ما زالت يعني ساخنة ولا يمكن للطرف الجزائري أن يتنازل عنها أو أن تتقادم مع الزمن. ولهذا يجب على فرنسا أن تدرك وأن تتفهم هذا الجانب، وهي حريصة على أن تبقى علاقتها مع الجزائر علاقات دائمة مستديمة مستقرة، ولا يجب أن تعتمد أو أن توظف النسبة العالية للجزائرية في فرنسا كحصان طروادة وتحاول أن تبتز الجزائر بهذه القضية. نحن نعلم بأن هناك جزائريون يعيشون في فرنسا، وفرنسا يعني تستضيف، حتى هي ليس استضافة لأنهم فرنسيون، ونسبة كبيرة من الجزائريين، ولكن لا يجب أن تفهم فرنسا بأنها يمكن أن تبتز الجزائر بهذا الملف، وخاصة قضية التأشيرات التي تبقى دائما يعني موضوع
يجب دائما أن يعاد في النظر ويحاول الطرف الفرنسي أن يوظف هذا الملف بطريقة معينة وأن يضغط على الطرف الجزائري من خلال هذا الملف. إذن لابد من الخروج من هذه العلاقات المعقدة، لابد الخروج من هذه الاستفزازات أو الآليات حتى نسترجع كما يعرف الجميع نسترجع علاقات عادية طبيعية مثل أي دولة أخرى. والجزائر تتعامل مع فرنسا ومع المستقبل علاقات مع فرنسية بدون عقدة، ولكن بشرط أن تكون هناك تفهم لهذه النقاط الحساسة التي يجب على فرنسا وعلى ليس فقط على الرئيس ولكن حتى على السياسيين الفرنسيين، على كل من ما زال له حنين بهذه الحقبة الاستعمارية أن يفهم بأن الوقت تغير وأن العلاقات الدبلوماسية والسياسية بين الشعوب تغيرت، وأن هناك دول مثلا في أنغلوفونية يعني اللي كانت تحت الاحتلال البريطاني قفزت وتجاوزت هذه العقدة وخرجت من هذا يعني القيود التاريخية إن صح التعبير، فيما تبقى فرنسا لها عقدة، لها مشاكل كثيرة مع مستوطناتها القديمة، وإلى حد الآن ما زالت مع الأسف تغذي هذه العقد بتعنتها وظهر ذلك جليا في زيارة أو جولة ماكرون إلى إفريقيا مؤخرا. دكتور بن شريط، أيضا ماكرون يأتي إلى الجزائر وهو ضعيف أو ليس يعني في راحة من أمره سياسيا في الداخل الفرنسي بسبب نتائج الانتخابات، مما يطرح سؤال هل يمكن أن يعطي للجزائر ما تريد تحديدا في ملف الذاكرة، في ملف التأشيرات مع تصاعد اليمين المتطرف، وثانيا هل يمكن لفرنسا أن تستعيد ما فقدته في الجزائر تحديدا ما يتعلق بالاستثمارات التي تراجعت كثيرا هنا؟ أعتقد بأن مطالب الجزائر لا علاقة لها بوضعية فرنسا أو وضعية الرئيس الفرنسي أو التجاذبات إن صح التعبير السياسية في فرنسا. الجزائر لا تستعمل هذا الأسلوب، أسلوب الاستغلال أو أسلوب الضغط أو الابتزاز. فرنسا تريد أن تكون علاقتها طبيعية وعلاقات كأي دولة أخرى. وإذا كان الآن يعني فرنسا تعيش أزمة كبقية الدول الأوروبية خاصة فيما ترتب عن الحرب في أوكرانيا، فهذا يدل على أن ليس هناك قوي بشكل مستمر أو ضعيف بشكل مستمر. نحن أصبحنا نلاحظ بأن التجاذبات السياسية والدبلوماسية عبر العالم وحتى التوتر إن صح التعبير، يعني حتى يعني أمريكا الآن أصبحت تعتبر أن تصرفات وزيرة الخارجية بيلوسي أصبحت تصرفات نوعا ما فيها كثير من التهور في الملف علاقة الصين مع تايوان. ولهذا فيجب أن يفهم ماكرون وفرنسا بأنه لا يوجد هناك استمرار لوضع واستتباب لوضع في هذه المرحلة الصعبة، والجزائر عندما تتعامل مع الطرف الفرنسي فهي تتعامل معه بكل ثبات كل ثقة، ولا تستعمل أي يعني أساليب دبلوماسية يعني منحطة في استغلال الوضع أو في حتى في علاقتنا مع إسبانيا. لم نتصرف بارتجالية ولكن تصرفنا كردة فعل عندما أخطأت إسبانيا في تعاملها مع ملف الصحراء الغربية، وهذا يجب أن يفهم العالم بأن الجزائر صاحبة مواقف وأن الدبلوماسية الجزائرية دبلوماسية تعتمد على مرجعية دولية وعلى قواعد دولية، وهذا ما يعني ضمن لها الكثير من الاحترام والاستقرار عبر التاريخ. طيب ماذا عن مالي التي شهدت طردا مباشرا للقوات الفرنسية؟ آخر الجنود ينسحبون هذه الأيام على وقع غضب من الشارع المحلي، والسلطات هنالك قطعت العلاقات واتهمت باريس بالتآمر واتهامات خطيرة أخرى. الجزائر تلعب دورا كبيرا في مالي، ماذا عن مالي وماذا عن الملف الليبي؟ أي ما محلهما من الإعراف في الزيارة من وجهة نظرك دكتور؟ بطبيعة الحال نعتقد بأن خسارة فرنسا لمالي ليست خسارة صغيرة أو قليلة، لأن نحن نعلم بأن مالي غنية بالثروات التي تحتاجها التكنولوجيا الحالية، وهذا إن دل على شيء فإنما يدل على أن أساليب المراوغة وأساليب يعني الابتزاز وأساليب يعني إحداث الفوضى
يعني تجييش أو تسليح العناصر الإرهابية في مالي، أصبحت قضية لا تنطلي على الشعب المالي. يجب أن نفهم بأن الذي يطرد الآن فرنسا ليست فقط الحكومة الفرنسية، ولكن الشعب المالي خرج عن بكرة أبيه وانتبه وأدرك بشكل واضح بأن فرنسا هي العدو، وهي التي تتحمل كل ما تعيشه، ليس فقط مالي ولكن كل دول الساحل وإفريقيا، يعني كل مستوطنات فرنسية القديمة تعيشه من أسى، من حزن، من مرض، من تخلف، وهي دول يعني تنام على يعني أنهار من المعادن ومن وأراضي يعني خصبة، ولكن فرنسا هي التي تصنع البؤس، تصنع الفقر، تصنع التبعية، والآن الشعوب الإفريقية هي التي يعني تقف ضد فرنسا، وليس فقط الدول. الدول ما عليها إلا أن تتفاعل، تستجيب عندما يتحرك الشارع، عندما تقوم هناك مظاهرات يعني ارتجالية في الشوارع، عندما يتم حرق العلم الفرنسي، كل هذا يدل على أن هناك صحوة كبيرة، وهذا ما ننتظره أن يحدث في ليبيا التي ما زالت مع الأسف ممزقة ولم يعني تستفيد من هذا الموجة من الصحوة إن صح التعبير في إفريقيا، ولهذا ما زالت التجاذبات كثيرة وما زالت الاختراقات كثيرة، ويعني فشل الملف الليبي في التعامل مع كل الندوات وكل اللقاءات وكل المؤتمرات، من مؤتمر ألمانيا إلى المؤتمرات التي جاءت بعد ذلك في تجسيد هذه الأوامر أو هذه الأمريات أو هذه الاتفاقيات، ولهذا ما زالت ليبيا مع الأسف على فوهة بركان، ونتمنى أن عقلاء ليبيا ينتبهون إلى هذه القضية وأن يدركوا بأن لا حل لليبيا إلا إذا كان هناك حل من الداخل، ولا يجب أن ننتظر الحلول من خارج ليبيا. طيب، هل كسؤال أخير دكتور بن شريط، هل نتوقع نتائج كبيرة لهذه الزيارة أم أنها ستكون فقط يعني أو ستكون مهمتها الأساسية هي كسر الجليد الدبلوماسي بين البلدين؟ أعتقد بأن الزيارات الفولكلورية التي كان يعني يجدها الرؤساء الفرنسيين من عهد يعني ساركوزي ولالوند وغيرهم إلى ماكرون وغيرهم، أعتقد بأن هذا الاستقبال أصبح ليس من نفسية الجزائريين حاليا، ليس هناك، لا أتوقع أن تقع هذه يعني الفرحة والاستقبال في الشوارع، وهذا الشيء انتهى، يعني الجزائريون أصبحوا الآن يعني يدركون بأن المرحلة قد تغيرت، وأن فرنسا عليها أن تلتزم لأن هناك منظومة سياسية جديدة في الجزائر، وهناك ذهنية جديدة، هناك عقلية سياسية جديدة، وعلى فرنسا أن تنتبه إلى هذا، وهي تدرك هذا بشكل كبير. انتهت هذه الأساليب والتهريج الذي كان يحدث في وقت العصابة، والآن ليس من المستساغ والمقبول أن يتم استقبال الرئيس الفرنسي وكأنه المخلص أو كأنه هو الذي سيمنح الشباب بتاعنا يعني الحلول ويفتح لهم أبواب باريس إلى غير ذلك. أعتقد بأن هذه المرحلة انتهت ولا يجب أن تعود إن شاء الله. دكتور عبد الرحمن بن شريط، أستاذ الفلسفة السياسية في جامعة الجلفة عبر سكايب، شكرا جزيلا لك على هذه المداخلة، معلقا على زيارة الرئيس الفرنسي ماكرون المرتقبة في 25 أوت الجاري. شكرا جزيلا دكتور. وبعد الفاصل نسأل ماذا قال وزير الفلاحة لممثل جمعية المستهلك عن ارتفاع الأسعار ووفرة المنتوجات، وإذا بقي وقت نتحدث عن سلمان رشدي.